بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعزائي طلاب القسم الإنساني في السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود، أهلا وسهلا بكم. معكم المدرس نزال النمر. سنتحدث في هذا الفيديو عن الفصل الثاني من المقرر الإحصاء 102، وهو بعنوان مقاييس الموضع للبيانات، وهو مقسم إلى 4 أبواب: مقاييس النزعة المركزية، الرباعيات، المئينات، والأعداد الخمسة، والتمثيل الصندوقي. بداية سنقوم بشرح مقاييس النزعة المركزية. سوف نحتاج بعض المفاهيم المهمة التي سأعرضها الآن. المعلمة هي قيمة عددية تميز المجتمع، غالبا تكون مجهولة ويجب تقديرها. الإحصاء قيمة عددية تميز العينة ويمكن حسابها وبالتالي قيمتها معلومة. تستخدم هذه الإحصاء كقيمة تقريبية للمعلمة. مقاييس النزعة المركزية هي قيم عددية تنزع لها البيانات جزئيا أو كليا، تمثل مركز جذب للبيانات، ولذلك تدعى مقاييس للنزعة المركزية. سوف نتحدث في هذا الفصل على 3 أنواع من مقاييس النزعة المركزية. النوع الأول هو المتوسط الحسابي، والثاني الوسيط، والثالث هو المنوال. كل واحد من هذه المقاييس يمثل مركز جذب للبيانات. المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات يمثل مركز ثقل هذه البيانات. لتعريف المتوسط الحسابي هناك 4 حالات: بيانات خام، يكون المتوسط الحسابي يساوي مجموع البيانات على عددها. بيانات لها أوزان، وبالتالي المتوسط الحسابي هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب الوزن في القيمة على مجموع الأوزان. جدول تكراري وجدول توزيع تكراري. الجدول التكراري المتوسط الحسابي له، إذا كانت البيانات موجودة في أو مصبوبة في جدول تكراري، سيكون المتوسط الحسابي هو مجموع حاصل ضرب التكرار في الممثل على مجموع التكرارات. في حالة جدول التوزيع التكراري، إذا بتلاحظوا المتوسط الحسابي له نفس القانون، هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب التكرار في قيمة على مجموع التكرارات. لكن ماذا تمثل هذه القيمة؟ جدول توزيع تكراري يتكون من فئات وتكرار. قيمة الـ XI هاي تمثل مركز الفئة. إذا هو نفس القانون تبع جدول تكراري، ولكن يتغير الـ XI. هناك الـ XI كان ممثل، هنا هو عبارة عن مركز الفئة. في المثال الآتي لدي مجموعة من البيانات الخام غير مصبوبة في أي جدول. مطلوب مني أوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات. أول خطوة دائما أكتب القانون الخاص بالبيانات الخام، والقانون هو عبارة عن متوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عددها. ثم أطبق تطبيق مباشر. مجموع القيم يعني -3 + -1 + 5 + 1 + -2 على 5. مجموع القيم على عددها باستخدام الآلة الحاسبة ينتج معي الناتج 0، إذا المتوسط الحسابي يساوي 0. المثال التالي، لديكم بيانات لها أوزان. إذا عندي مقرر لغة إنجليزية، مهارات اتصال، تقن، إحصاء، تطوير، وكل مقرر له درجة نهائية ووزن لهذا المقرر. إذا لدي درجات وأوزان، لدي درجات وأوزان. إذا أردت أن أحسب المتوسط لهذه الدرجات، سأستعين بالمتوسط بقانون المتوسط الموزون. أولا أكتب القانون، المتوسط الحسابي يساوي مجموع حاصل ضرب الوزن في الدرجة على مجموع الأوزان. إذا يساوي، أضرب الوزن في الدرجة المقابلة له. اللغة الإنجليزية وزنها 3، درجتها النهائية 87، إذا 3 ضرب 87
لاحظوا الناتج هون وضعنا 3 ضرب 87 زائد 2 ضرب 92 اللي هي مهارات الإحصاء مهارات الاتصال 2 ضرب 92 نضع الناتج هنا زائد 2 ضرب 80 وهكذا زائد 1 ضرب 93 زائد 1 ضرب 98 على مجموع الأوزان 3 زائد 2 هذه الأوزان 3 زائد 2 زائد 2 زائد 1 زائد 1 مجموعهم راح يعطيني 9 إذن مجموع الوزن في الدرجة على مجموع الأوزان استخدام الآلة الحاسبة ينتج معي الرقم 88.4 دوري إذن المتوسط الحسابي يساوي 88.4 دوري إذا كانت لدي بيانات مصبوبة في جدول تكراري والمطلوب مني أوجد المتوسط لتكلفة الزائر الواحد لدي بيانات لدي عيادات وهذه العيادات يأتي عليها زوار وتكلفة المعاينة في كل عيادة كما هو موضح في الجدول إذن العينية يأتي لها 16 زائر وتكلفة المعاينة 55 ريال المطلوب مني أحسب المتوسط التكلفة إذن سوف أجد المتوسط الحسابي لجدول تكراري أولا نكتب القانون المتوسط الحسابي هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب التكرار في الممثل على مجموع التكرارات ثم أطبق القانون تطبيق مباشر في المقام عندي مجموع تكرارات جاهز 100 إذن المقام جاهز طيب البسط أضرب التكرار 16 ضرب 55 وأكتب الناتج زائد 35 ضرب 45 زائد 20 ضرب 85 زائد 14 ضرب 65 زائد 15 ضرب 75 ثم باستخدام الآلة الحاسبة ينتج عندي الرقم 61.90% إذا المتوسط الحسابي يساوي 61.90% في المثال الآتي لدي جدول توزيع تكراري يتكون من حدود فعلية وتكرار الحدود الفعلية تمثل نطاق المبلغ الذي اشترى به الزبون والتكرار يمثل عدد الزبائن يعني 125 زبون اشتروا بقيمة بين 0 والمئة 48 زبون اشتروا بقيمة بين 100 والمئتان وهكذا المطلوب مني المتوسط متوسط مبلغ المبيعات لكل زبون إذا بدي المتوسط الحسابي لجدول توزيع تكراري أول خطوة بنعملها يا شباب بأبدل الجدول توزيع التكراري بجدول تكراري طيب كيف بعمل العملية هاي؟ باجي على الفئات الفعلية وبستبدلها بمراكزها بين الصفر والمية شو اللي في الوسط القيمة الواقعة في الوسط 50 مركز الفئة بين الصفر والمية بين المية والمئتين 150 بين المئتين وثلاثمية 250 وهكذا إذا بستبدل الحدود بمراكز الفئات ويبقى باقي الجدول كما هو إذا صار معي جدول فيه مراكز فئات وتكرار يشبه الجدول التكراري إذا بستخدم القانون تبع جدول تكراري وهو نفس القانون للتوزيع التكراري مجموع حاصل ضرب FI في XI على مجموع FI طبعا هو نفس القانون كشكل لكن XI هي اللي بتختلف هون XI هذا تمثل مركز الفئة ويساوي بطبق تطبيق مباشر على القانون 125 ضرب 50 زائد 48 ضرب 150 زائد 32 ضرب 250 زائد 25 ضرب 350 زائد 27 ضرب 450 تقسيم مجموع التكرارات مجموع التكرارات جاهز 257 إذن باستخدام الآلة الحاسبة الناتج 164.79% إذن المتوسط الحسابي يساوي 164.79% من الملاحظات المهمة على المتوسط الحسابي إذا جبنا مجموع أي مجموعة من البيانات وحسبنا المتوسط الحسابي لها
ثم طرحنا هذه البيانات، كل قيمة من البيانات طرحناها من المتوسط. نواتج الطرح هذا لو جمعناها راح يطلع مجموعها دائما صفر. طيب الإثبات على هذا الكلام، انظروا مجموع حاصل طرح XI من المتوسط الحسابي يساوي، بوزع المجموع على الطرح لأنه محدود، ثم مجموع XI هي عبارة عن N في X بار ناقص مجموع X بار هي عبارة عن N في X بار، نفس القيمة. إذن حاصل طرح راح يساوي صفر. خلينا نأخذ المثال الآتي يا شباب ليوضح الفكرة. لو كان في عندي مجموعة من البيانات الآتية وحسبنا المتوسط الحسابي لها، سنجد أن المتوسط الحسابي يساوي 4. ثم قمنا بطرح هذه البيانات من المتوسط، يعني 4 ناقص 4 زائد 1 ناقص 4 زائد 6 ناقص 4 زائد 5 ناقص 4 زائد 4 ناقص 4 كما هو موضح أمامكم، سيكون الناتج يساوي صفر. طرحنا البيانات من المتوسط والنواتج جمعناها، يطلع معي الناتج دائما صفر. مزايا المتوسط الحسابي، أولا يأخذ جميع القياسات بالحسبان لأنه يعتمد على كل القياسات. ثانيا يخضع للعمليات الجبرية شأنه كشأن أي قيمة في البيانات، بمعنى إذا كان عندي مجموعة من البيانات وقمت بضرب هذه المجموعة برقم، كنت حاسب المتوسط الحسابي للبيانات قبل ما أضربها في هذا الرقم، ثم طلبت منك تحسب المتوسط الحسابي الجديد. المتوسط الحسابي الجديد سيكون هو يساوي حاصل ضرب الرقم نفسه في المتوسط القديم. طيب لو جمعت للبيانات رقم، سيكون المتوسط الحسابي الجديد هو حاصل جمع نفس الرقم إلى المتوسط القديم. مثال التوضيح، لو كان في عندي مجموعة من البيانات المتوسط الحسابي إلها 8، مجموعة من البيانات ما بعرف شو هي البيانات لكن أعرف أنه المتوسط الحسابي لها 8، وقمت بضرب كل المشاهدات بأربعة برقم 4، فما هو المتوسط الحسابي الجديد؟ بكل بساطة بتحكي لي المتوسط الإكس بار الجديد يساوي حاصل ضرب نفس الرقم اللي هو 4 ضرب المتوسط القديم، يعني ضربت العدد 4 في المتوسط القديم ويساوي 32. إذن الإجابة 32. طيب لو قمت كلمة الضرب وحطيت جمع، يعني قمنا بجمع رقم 4 إلى المشاهدات، شو رح يصير بالمتوسط الجديد؟ بجمع 8 زائد 4 12، بيكون الناتج 12. وهكذا يا شباب، سواء ضربنا أو جمعنا أو ضربنا وجمعنا مع بعض. أيضا من مزايا المتوسط الحسابي إني بقدر أستخدمه لإيجاد مجموع البيانات إذا كان عددها معلوم وكان المتوسط معلوم، أو إذا كان العدد معلوم والمتوسط معلوم بقدر أوجد المجموع. إذن هي العلاقة بقدر أستخدمها بأكثر من اتجاه، مجموع المتوسط الحسابي يساوي مجموع البيانات على عددها، بقدر أستنتج منه علاقتين، هذول العلاقتين بقدر أستخدمهم لإيجاد مطالب أخرى. بمعنى لو كان عندي، لو بدي المجموع، مجموع البيانات، مجموع البيانات، مجموع البيانات يساوي حاصل ضرب عدد البيانات في المتوسط الحسابي. طيب لو بدي عدد البيانات، عدد البيانات اللي هو N يساوي مجموع البيانات على المتوسط الحسابي. طيب شوفوا المثال الآتي، إذا علمت أن المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات يساوي 6، إذن الإكس بار يساوي 6 ومجموع هذه البيانات يساوي 60، إذن المجموع يساوي 60، فإن عدد البيانات كم؟ إذن المطلوب هو عدد البيانات، أي قانون راح أستخدم فيهم؟ راح أستخدم القانون الثالث اللي معي فيه عدد البيانات مجهول.
إذن بعوض فيه كم مجموع البيانات؟ 60 على كم المتوسط الحسابي؟ 6. 60 تقسيم 6 10. إذن المتوسط الحسابي، إذن عدد البيانات يساوي 10. عدد البيانات يساوي 10. عيوب المتوسط: إذا فقدنا أحد البيانات لا يمكن حساب المتوسط الحسابي، وبالتالي يصبح هديم التطبيق. ومن عيوبه أيضا أنه يتأثر بالقيم المتطرفة. الوسيط: لحتى نعرف الوسيط رح نناقش ثلاث حالات. الحالة الأولى بيانات خام، الحالة الثانية جدول تكراري، الحالة الثالثة جدول توزيع تكراري. أولا البيانات الخام: إذا كان معي مجموعة من البيانات خام ورمزي المتوسط الحسابي إكس تلدا، إكس تلدا، عفوا الوسيط رمزه إكس تلدا، إذا كان عدد البيانات فردي فالوسيط بعد الترتيب تصاعديا يساوي إكس N بلس 1 على 2. إذن رتبة الوسيط راح تكون N بلس 1 على 2. إذا كان عدد البيانات زوجي الـ X تلدا الوسيط يساوي X N على 2 زائد X N على 2 زائد 1 على 2. تطبيق مباشر. خلينا نشوف المثال الآتي: عندي مجموعة من البيانات تمثل درجات الاختبار النهائي للطلاب. ما هي الدرجة التي تجاوزها 50% من الطلاب؟ باجي على البيانات. أول خطوة برتب البيانات تصاعدياً، أنا بطلع الوسيط. 50% من البيانات من الطلاب تجاوزها، يعني هي الوسيط للبيانات أو للدرجات. أول شيء برتب البيانات تصاعدياً كما واضح أمامكم. الخطوة الثانية نرمز القيم بعد الترتيب. إذن القيمة الأولى بسميها X1، القيمة الثانية بسميها X2، وهكذا إلى آخر قيمة. الخطوة الثالثة نجد قيمة N، ثم نطبق القانون المناسب. N يساوي 9. أي قانون مناسب للعدد 9؟ العدد 9 فردي ولا زوجي؟ العدد 9 فردي، إذن راح أستخدم القانون الخاص بالأعداد الفردية لما يكون مجموع، لما يكون عدد البيانات فردي. إذن X تلدا تساوي X 9 زائد 1 على 2 يعني تساوي X 5. X 5 كم قيمتها في الجدول؟ 42. إذن الوسيط يساوي 42. الحالة الثانية إذا كانت البيانات مصبوبة في جدول تكراري، إذا لم يكن الممثل مرتب تصاعديا، هاي لازم الملاحظة تنتبهوا لها، لازم يكون الممثل مرتب تصاعديا. أعيد ترتيب الصفوف بحيث يكون الممثل مرتب تصاعديا، الممثل الأول الثاني الثالث إلى آخره. أول خطوة بعملها بشوف في مجموع التكرارات في الجدول. إذا كان مجموع التكرارات فردي، خلينا نرمز لمجموع التكرارات برمز N. إذا كانت الـ N فردي بوجد هاي القيمة يا شباب اللي باللون الأحمر N زائد 1 على 2. ثم أنظر إلى عمود التكرار المتجمع الصاعد. إذا لقيت القيمة نفسها بحط عليها علامة، وبحط على الممثل علامة، الممثل المقابل لها علامة، خلينا نحط دائرة عليها. إذا لم أجدها بأخذ القيمة اللي أكبر منها على طول مباشرة في الجدول، القيمة الأكبر منها مباشرة في الجدول. نفرض أن هاي القيمة كانت هي قيمة الـ N زائد 1 على 2، بعمل خط وبأخذ قيمة الممثل المقابل لها. بكون المتوسط الحسابي في هذه الحالة، أو عفواً الوسيط X تلدا يساوي X 2. طيب إذا كان عندي مجموع
التكرارات زوجي، الآن طلعت زوجي. في هاي الحالة يا شباب بطلع أنا على اثنان، شايفين هاللي جوا الدائرة، بطلع هاي جوا الدائرة الحمد، بطلع القيمة هاي أنا على اثنان، ثم أنظر إلى التكرار المتجمع الصاعد. إذا فرضنا في عندي حالتين، يا إما بلاقي القيمة نفسها موجودة في التكرار المتجمع الصاعد، يا ما بلاقيها. إذا ما لقيتها بطلع القيمة اللي أعلى منها على طول وبحط عليها علامة، وبعمل خط بحط علامة على الممثل، بيكون الوسيط هو قيمة الممثل المقابل للتكرار المتجمع الصاعد. الحالة الأخيرة، إذا كان مجموع التكرارات هذا زوجي، أنا بطلع أنا على اثنان وبنظر إلى التكرار المتجمع الصاعد ولقيت القيمة. هاي الحالة الوحيدة المختلفة، إذا لقيت قيمة الآن على اثنان في التكرار المتجمع الصاعد، بحط عليها علامة، وبحط على الممثل المقابل إلها علامة، وبحط على القيمة اللي بعدها كمان علامة، والممثل اللي بعدها كمان بحط عليه علامة أو دائرة. في هذه الحالة يكون الـ X تلدا الوسيط يساوي المتوسط الحسابي للقيمتين. المتوسط الحسابي للقيمتين. لاحظوا معي، إذا كان في عندي جدول تكراري وبدي أوجد الوسيط لهذه البيانات، أول خطوة بطلع على مجموعة التكرارات، كم طلع؟ 100 زوجي. إذن بقسم المجموع على إيش؟ على 2 على طول، 100 على 2 يساوي 50. ثم أنظر إلى التكرار المتجمع الصاعد، هل القيمة هذه 50 موجودة في التكرار المتجمع الصاعد؟ لا، لو كانت موجودة بحط عليها علامة، كونها مش موجودة بحط علامة على القيمة اللي أكبر منها مباشرة اللي هي 51، وبعمل خط زي هيك بحط علامة على القيمة الممثل المقابل لها، قيمة الممثل المقابل لها 55، إذن الوسيط شو يساوي؟ 55، الوسيط يساوي 55. الحالة الثالثة، إذا كان عندي بيانات محطوطة في جدول توزيع تكراري، قبل ما أطلع الوسيط في هذه الحالة يجب تحديد الفئة الوسطية. كيف أوجد الفئة الوسطية؟ باجي على مجموع التكرارات هذا اللي هون 50، بقسمه على 2، وبروح للقيمة اللي في التكرار المتجمع الصاعد، هل القيمة هاي اللي طلعت معي اللي جوا الدائرة الزرقاء، هل القيمة هاي 25 موجودة في التكرار المتجمع الصاعد ولا لا؟ إذا كانت موجودة بأخذها بحط عليها علامة، إذا ما كانت موجودة بحط علامة على القيمة اللي أكبر منها مباشرة. لاحظوا هون القيمة موجودة هيها، إذا بحط عليها علامة، وبحط علامة على الفئة المقابلة إلها. في هذه الحالة تكون هذه الفئة هي الفئة الوسطية، تكون هذه الفئة هي الفئة الوسطية اللي هي من 160 لحد 170. طيب كيف بدي أوجد الوسيط؟ عشان أوجد الوسيط لازم أطبق القانون الذي أمامكم، X تلدا يساوي L تلدا زائد وسط عمقان مجموع تكرارات على 2 ناقص F تلدا ناقص F سمول تلدا على F سمول تلدا ضرب C. طيب في رموز كثير لازم نتعرف على هاي الرموز كلياتها. أول رمز الـ L تلدا المقصود فيها الحد الأدنى للفئة الوسطية، طلعنا الفئة الوسطية، إذن أول خطوة بطلع الفئة الوسطية، طلعناها بنطلع الحد الأدنى منها هو بيكون الـ L تلدا. الـ F سمول تلدا هو تكرار هذه الفئة الوسطية، كل الشغل راح يكون على الفئة الوسطية، هذا تكرارها الـ F small، والـ F capital هو تكرار المتجمع الصاعد لهذه الفئة الوسطية، والـ C هي السعة للفئة الوسطية. في عندنا الجدول الذي أمامكم جدول توزيع تكراري، حكينا قبل شوي طلعنا الفئة الوسطية كانت 160 إلى 170، الـ 160 هذا هو الـ L تلتا، و 16 هي عبارة عن الـ F small تلدا، وال 25 هي الـ F capital تلدا، ومجموع التكرارات مجموع FI على 2 يساوي 50 على 2 يساوي 25.
هذه القيمة طلعناها قبل شوي. الآن المتوسط الحسابي يساوي بعوض تعويض مباشر في القانون اللي هون، ال تلدة قلنا 160، بعدين زائد بسط على مقام، البسط عبارة عن 25 اللي هي جاية من مجموع التكرارات على 2، ناقص الأقواس 25 الأولى اللي في القوس هي عبارة عن الاف كابيتال، هذا ال16 هي عبارة عن الاف سمول تلدة على 16 اف سمول تلدة ضرب سي. السعة كيف بطلعها؟ بطرح 170 ناقص 160 يساوي 10 كما هو معلوم لديكم. مزايا الوسيط سهل التعريف والحساب، لا يتأثر بالقيم المتطرفة، لا يعتمد على جميع القيم في حسابه. إذا فقدنا بعض البيانات المرتبة الغير واقعة في الوسط يمكن حساب الوسيط لأنه ما بيعتمد على البيانات على الأطراف. عيوب الوسيط أقل دقة من المتوسط، وإذا فقدنا قيمة مرتبة في الوسط لا يعني ممكن إنه يكون غير قابل للحساب، لا ما أقدر أوجد الوسيط. النوع الثالث من المقاييس النزعة المركزية الذين سنتعلمهم في هذا الفصل هو المنوال. المنوال له ثلاث حالات سندرسها: بيانات خام، جدول تكراري، جدول توزيع تكراري. إذا كان في عندي بيانات خام فالمنوال هو البيان الأكثر تكرارا، البيان الأكثر تكرارا يعني بشوف وين القيمة الأكثر تكرار، هاي هي المنوال. في جدول تكراري إذا كانت بيانات مصبوبة في جدول تكراري المنوال يكون هو القيمة أو الممثل الذي يقابله أكثر تكرار، وإذا كانت بيانات مصبوبة في جدول توزيع تكراري سنستخدم قانون سنذكره لاحقا. نأتي على الحالة الأولى، انظروا إلى المثال الآتي. في عندي مجموعة من البيانات ومطلوب مني أحسب المنوال لهذه البيانات، شو باجي بعمل؟ بشوف البيان الأكثر تكرارا، 8.25 متكررة مرتين. طيب 8 متكررة 3 مرات، إذا المنوال هو القيمة الأكثر تكرار، باقي القيم مش متكررة، إذا المنوال إكس تلدة راح يكون يساوي 8 لأنه 8 تكررت 3 مرات، إحنا ندور على القيمة الأكثر تكرار، إذا المنوال يساوي 8 أو إكس هات، إكس هات رمزه إكس هات. في جدول توزيع التكراري عشان نحسب المنوال أولا نجد الفئة أو نحدد الفئة المنوالية. كيف بدي أحدد الفئة المنوالية؟ هاي عندي جدول توزيع تكراري، أول خطوة بستثني الفئة الأولى والفئة الأخيرة، هذول ما راح يكونوا فئات منوالية، ثم باقي الفئات بدرس هل التكرار الخاص بهذه الفئة أكبر من تكرار الفئة السابقة لها والفئة اللاحقة لها. تعالوا نجرب، الخمسة هي تكرار الفئة الثانية، هل الخمسة هذه أكبر من الأربعة؟ نعم. طيب هل هذه الخمسة أكبر من 16 من القيمة اللي تحتها؟ الجواب لا، إذا ليست فئة منوالية. طيب 16 هي تكرار الفئة الثالثة، هل 16 أكبر من الخمسة؟ نعم. هل 16 أكبر من 11؟ نعم. إذا هذه الفئة أعطى لها علامة، هي فئة منوالية. القيمة اللي بعدها 11 هل هي أكبر من 16؟ لا، إذا على طول ليست فئة منوالية. العشرة هل هي أكبر من 11؟ لا، يعني ممكن يطلع معي أكثر من فئة منوالية، ممكن لأنه في طبيعة الحال ممكن يطلع معي أكثر من منوال. طيب إذا في هذا المثال طلع معي فئة منوالية واحدة، الفئة المنوالية هي عبارة عن 160 لحد 170. الآن بدنا نوجد المنوال. بعد ما نحدد الفئة المنوالية الخطوة الثانية نستخدم القانون الآتي عشان نوجد المنوال. القانون إكس هات يساوي ال هات زائد دي واحد على دي واحد زائد دي اثنان مضروب في سي.
ايش الدي واحد وايش الالهات وايش الدي اثنان؟ خليكم معي عشان نعرف. الالهات هي عبارة عن الحد الادنى للفئة المنوالية. انا طلعت الفئة المنوالية قبل شوي من جدول هاث. الحد الادنى اذا الالهات هي عبارة عن 160، و الدي واحد ودي اثنان شوفوا باجي على التكرار 16، بطرحه من القيمة اللي فوقيه، هاي هي الدي واحد. الدي واحد هي عبارة عن 16 ناقص 5 ويساوي 11، والستاش هاي اذا طرحتها من اللي تحتيها بطلع قيمة الدي اثنين. دي اثنين تساوي 16 ناقص 11. اذا باجي على تكرار الفئة المنوالية بطرحه من تكرار الفئة السابقة له بعطيني دي واحد، واذا طرحته من تكرار الفئة اللاحقة له بعطيني دي اثنان. اذا تعويض مباشر الان. السعة طبعا هي عبارة عن 170 ناقص 160 ويساوي 10، السعة 10 بطبيعة الحال. اذا المنوال يساوي تعويض مباشر الهات هي عبارة عن 160، البسط 11، دي واحد، دي واحد زائد دي اثنان اللي هو 11 زائد 5 ضرب السعة 10. استخدام الحاسب يطلع 166.88. إذا المنوال هو 166.88. مزايا المنوال يتأثر تأثره بالقيم ما بيكون كبير زي المتوسط، يمكن استخدامه في حالة البيانات النوعية، يعني إذا كان في عندي بيانات نوعية وليست كمية يمكن استخدام المنوال، لأنه عشان أوجد المنوال من مفهومه هو القيمة الأكثر تكرار. في حال فقدنا بعض البيانات الواقعة في الوسط أقدر أوجد المنوال بكل سهولة، ما يعني يكون له دور جيد في تعيين القيمة الممثلة، لأنه إذا فقدنا بيانات في الوسط بعد الترتيب تصاعدي أو تنازلي ما رح أقدر أوجد الوسيط لحتى يكون مركز أو ممثل لتمركز البيانات. وبنفس الوقت المتوسط الحسابي ما بقدر أوجده إذا فقدنا أصلا أي قيمة من البيانات، إذا يكون المنوال له دور جيد في تعيين القيمة الممثلة لتمركز البيانات. عيوب المنوال هو أقل مقاييس النزعة المركزية دقة واستخدام، وأحيانا لا يكون موجود، وإذا كانت عدد البيانات قليلة يكون غير لجدوى علمية. من الملاحظات المهمة، أحيانا بتساوى قيمة المتوسط الحسابي مع الوسيط ومع المنوال. متى بتساوي؟ إذا كان شكل التوزيع لهذه البيانات متماثل. إذا كان توزيع متماثل، إذا كان التوزيع ملتوي نحو اليمين أو ملتوي نحو اليسار يكون المتوسط الحسابي أكبر قيمة أو المتوسط الحسابي أقل قيمة حسب اتجاه الالتواء كما هو موضح أمامكم، أو بيكون المنوال هو أقل قيمة أو المنوال هو أكبر قيمة حسب اتجاه الالتواء سواء لليمين أو لليسار. الرباعيات هي قيم، افرض انه في عندي بيانات مرتبة تصاعديا، الرباعيات هي ثلاث قيم بتقسم البيانات لأربع أجزاء متساوية كما موضح أمامكم في الشكل. رباعيات رمزهم Q1 Q2 Q3 بيقسم البيانات لأربع أقسام، كل قسم عدد البيانات فيه بالنسبة للعدد الكلي للبيانات هو عبارة عن ربع العدد، 25% من العدد الكلي للبيانات، بين كل قسم 25% من البيانات، من عدد البيانات. من هذا التعريف يتضح لنا وجود ثلاث رباعيات، وهي الرباعي الأول القيم التي قبلها عددها 25% من عدد القيم وبعدها 75% من البيانات أو القيم. الرباعي الثاني قبلها 50% من البيانات وبعدها 50%، والقيمة التي قبلها 75% من البيانات وبعدها 25% من البيانات تدعى الرباعي الثالث. لاحظوا معي يا شباب أن الرباعي الثاني يساوي الوسيط،
دائما الرأي الثاني يساوي الوسيط لأنه له نفس المفهوم. لتعيين الرباعيات، أولا نرتب البيانات تصاعديا، ثانيا نرمز البيانات ونحدد قيمة الأن، ثالثا نجد رتبة الربيع ونعين قيمة الأس والكي باستخدام القانون الآتي: R QR يساوي R في N زائد 1 على 4. أحط محل الـ R قيمة الربيع اللي بدي إياه، سواء بدي رتبة الربيع الأول أو الثاني أو الثالث، فـ R بتحتمل ثلاث قيم، يا واحد يا اثنين يا ثلاث، والآن هي عبارة عن عدد البيانات. ثم أخيرا نجد قيمة الربيع باستخدام القانون الآتي: QR يساوي XK plus S في XK plus 1 ناقص XK. شوف المثال الآتي تتضح الأمور. في عندي مجموعة من البيانات وبدي أوجد الربيع الأول والثاني والثالث. أول خطوة بعملها برتب البيانات تصاعديا، رتبناهم تصاعديا، هذا الجدول في البيانات مرتبة جاهزة تصاعديا. ثم أوجد قيمة الآن، الآن عددهم عدد البيانات، كم عدد البيانات؟ عدد البيانات 5 في 5 إذا 25 قيمة. ثم أوجد رتبة الربيع، رتبة الربيع الأول هي عبارة عن N زائد 1 على 4، حطيت محل الـ R 1 فصار القانون N زائد 1 على 4. محل الـ N قيمة الـ N 25، إذا 25 زائد 1 على 4 بيطلع الناتج 6.5. الـ K والـ S كيف بحددهم؟ الـ K هي الجزء الصحيح، إذا الـ K هي هذا الجزء لحاله. كم الـ K؟ 6. الأس هي الكسر العشري اللي بظل، يعني أنا عندي 6.5، 6 كانت الكي، إذن النص حتكون هي الأس، أس هي الكسر العشري اللي ظل، إذن الأس تساوي نص. بعد ما طلعت الكي والأس، الآن أوجد الربيع الأول باستخدام القانون الخاص فيه: Q1 يساوي XK بلس S في XK بلس 1 ناقص XK. XK بعوض محل الكي قيمتها، إذن X6 زائد نص في x7 ناقص x6. دائما اذا بتلاحظوا هاي دائما بتزيد عن اللي هون واحد، يعني اذا كان عندي x6 اللي راح تكون داخل القوس x7 اول وحدة ناقص x6، اذا دائما x اللي هون رتبتها بتزيد عن اللي قبلها بمقدار واحد. بالجدول هاي x1 x2 x3 x4 x5 x6، إذا قيمة ال x6 كم؟ 37، قيمة ال x7 38، بعوض القيم بوجد قيمة ال q1 الربيع الأول، طلع 37.5. بنفس الطريقة يا شباب بوجد قيمة الربيع الثاني، الربيع الثاني 2 ضرب n زائد 1 على 4 هاي رتبته، طلعت 13. الكي حكينا الكي هي الجزء الصحيح، إذن الكي تساوي 13. الأس هي الكسر العشري اللي بظل، في كسر عشري يا شباب ما ظل في كسر عشري، ليش؟ لأنه ال 13 صحيح، إذن الكسر العشري صفر بعتبره، الكسر العشري بعتبره صفر. ومن ثم بوجد قيمة الـ Q2، الـ Q2 تساوي XK بلس S في XK بلس 1 ناقص XK، بستخدم القانون بعوض تعويض مباشر تطلع مع X13 ويساوي 44. طيب ليش X13 وباقي القانون؟ باقي القانون X الأس قيمتها صفر، إذا أي إشي بضربه في صفر بطلع الناتج كله صفر، إذا Q2 تساوي X13 فقط. بنفس الطريقة بوجد لQ3، Q3 بطلع رتبة الربيع الثالث، 3 ضرب n زائد 1 على 4، بعوض التعويض المباشر بطلع 19.5. إذا الكي شو تساوي يا شباب؟ تساوي 19 الجزء الصحيح، والأس اللي ظل الكسر العشري اللي ظل، إذا الأس هو نص. لازم الكي زائد أس لما أجمعهم يرجع لي الرتبة، يعني 19 زائد نص بعطيني 19.5. ثم أوجد الربيع الثالث باستخدام القانون الخاص فيه: XK بلس S في XK بلس 1 ناقص XK. محل الكي بحط 19 ومحل الأس بحط نص، وباستخدام الآلة الحاسبة بعد ما طلع الـ XK
الاكس 19 كم قيمتها؟ قيمتها 47، 15 15 16 17 18 19. هذه هي الاكس 19. لاحظ الاكس 20 قيمتها 48، فبنحكي 48 ناقص 47. لإيجاد أدنى حاجز وأعلى حاجز الألأف والأتشأف نجد قيمة الرباعي الأول والثالث. طبعا الألأف هو عبارة يمثل في الواقع الحد الأعلى للقيم المتطرفة بصغرها، والأتشأف هو الحد الأدنى للقيم المتطرفة بكبرها. هذول الحاجزين أنا بدي أطلعهم عشان أقدر أطلع إذا في عندي قيم متطرفة بالمسألة أو لا. طيب قانون الألأف واضح أمامكم، يعتمد على الربيع الأول والثالث فقط، والأتشف نفس الفكرة يعتمد على الربيع الأول والثالث فقط. إذا كانت القيمة X من البيانات هاي، إذا كانت الإكس هذا أقل من الألأف، بحكي عن القيمة X قيمة متطرفة بصغرها، قيمة متطرفة بصغرها. وإذا كانت القيمة أكبر من الأتشأف بحكي عنها قيمة متطرفة بكبرها. يعني هنا قيمة متطرفة بالنهاية، بس القيمة المتطرفة إذا كانت أصغر من الألأف بسميها بصغرها، وإذا كانت أكبر من الأتشأف بسميها بكبرها، يعني متطرفة لأنها كبيرة كثير. طيب شوفوا البيانات الآتية، في عندي مجموعة من البيانات الـ Q1 والـ Q3 مطلعينهم من البيانات، هل يوجد قيم متطرفة؟ لحتى أجاوب عن السؤال هذا لازم أطلع الـ LF والـ HF. الـ LF تساوي Q1 ناقص 1.5 في Q3 ناقص Q1، بعوض تعويض مباشر 37.5 ناقص 1.5 في الأقواس 47.5 ناقص 37.5 باستخدام الآلة الحاسبة بيطلع 22.5. هل في عندي قيمة أقل من 22.5 في الجدول؟ نعم، هيها 15. الـ15 أقل من الألأف، يعني طلعت أقل من الألأف. كونها أقل من الألأف إذن هي قيمة متطرفة، إذن الـ15 قيمة متطرفة بصغرها. طيب الأتشف بعوض بالقانون الخاص فيها بطلع معي 62.5. هل في عندي قيمة أكبر من 62.5؟ الجواب لا، لا يوجد قيم أكبر من 62.5، إذن لا يوجد قيم متطرفة بكبرها. الفصل الثالث المئينات. المئينات، نيجي على تعريف المئينات يا شباب. المئينات هي بيانات، لو رتبنا البيانات تصاعديا فالمئينات هي قيم تقسم شريحة البيانات إلى 99 جزء متساوي، إلى 99 جزء متساوي. ومن هذا التعريف نستنتج انه الـ Q1 هي نفسها المئين، المئينات رمزها P كابيتال، P كابيتال والرقم المئين بيكون تحت. فلاحظوا الرباعي الأول يساوي المئين رقم 25، والرباعي الثاني يساوي المئين رقم 50، والرباعي الثالث يساوي المئين رقم 75. كيف بعين المئينات؟ بنفس طريقة الرباعيات مع اختلافات طفيفة. أولا نرتب البيانات تصاعديا، ثانيا نرمز البيانات ونحدد عدد البيانات، ثالثا نجد رتبة المئين ونعين قيمة الأس والكي. المئين يساوي قانونه R في N زائد 1 على 100، والآر من 1 إلى 99. رابعا نجد قيمة المئين باستخدام القانون، المئين يساوي نفس القانون تبع الرباعيات. إذا بتلاحظوا كل الاختلاف إن هون قسمت على 100 لما بدي أطلع الكي والأس. طيب شوفوا المثال الآتي، في عندي مجموعة من البيانات
وبدي أطلع المعين رقم 15 والمعين رقم 43 والمعين رقم 87. أول خطوة برتب البيانات تصاعديا، هاي رتبناها تصاعديا. الخطوة الثانية بوجد عدد البيانات، كم طلع عدد البيانات؟ 50، 5 في 10 50. إذن المعين رقم 15 رتبته تساوي 15 في n زائد 1 على 100، 15 في 50 زائد 1 على 100 ويساوي 7.65. منه بطلع قيمة الk والs، الk تساوي 7 والs تساوي 65%. إذن المعين رقم 15 يساوي xk زائد s في xk بلس 1 ناقص xk، ويساوي بعوض محل الk 7 ومحل الs 0.65، وبطلع قيمة الx7 من الجدول. x7 هي 160 وx8 هي 163. باستخدام الحاسب يطلع معي المعين رقم 15 يساوي 161.75. بنفس الطريقة بوجد رتبة المعين رقم 43، ومن ثم بطلع الk والاس، الk تساوي 21 والاس تساوي 0.93. إذن المعين رقم 43 يساوي xk زائد s في xk بلس 1 ناقص xk، ويساوي x21 زائد 93% في x22 ناقص x21. إذن من الجدول بوجد قيمة x21 تطلع معي 172، والx23 172. لما اطرحهم من بعض هذول ناتجهم صفر. إذن المعين رقم 43 يساوي 172. بنفس الطريقة بوجد رتبة المعين رقم 87، ومن ثم بوجد قيمة الk والs، k 44 والs تساوي 37%. ومن ثم بوجد قيمة المعين باستخدام القانون الخاص فيه، وبعوض محل الـ K 44 ومحل الـ S 37%، وأوجد قيمة الـ X 44 من الجدول تطلع 173، والـ X 45 تطلع كان 173. ثم بعوض قيمة الk 44 وقيمة الاس 37%، وأجد قيمة الx 44 تطلع 189 والـ 45 190، وأوجد قيمة المعين. الأعداد الخمسة والتمثيل الصندوقي للبيانات. الأعداد الخمسة x small، x large، والربعي الأول والثاني والثالث. x small هي أصغر قيمة للبيانات، والx large هي أكبر قيمة للبيانات، والربعي الأول والثاني والثالث معروفين من قبل ذكرناهم. إذا كان عندي مجموعة من البيانات الآتية في هذا المثال، بدي أعين الأعداد الخمسة. باجي بدور وين أصغر قيمة في البيانات؟ سالب 7. وين أكبر قيمة في البيانات؟ 17. إذن عندي الإكس سمول سالب 7 والإكس لارج يساوي 17. ومن ثم بدي أوجد الربيعيات. الربيعيات عشان أوجدها بدي أستخدم طريقة وخطوات للحل. هنا أضع أمامكم الإجابات جاهزة. Q1 يساوي 3.25، Q2 يساوي 5.5، وQ3 8.75.
التمثيل الصندوقي للبيانات. في البداية نحكي إيش هو التمثيل الصندوقي. التمثيل الصندوقي هي صندوق وله خطين وعليه خطين طويلين، هذول الخطين من اليمين ومن اليسار أو من الأعلى ومن الأدنى حسب شكل التمثيل الصندوقي كما هو موضح أمامكم. الطرف اللي هون بنسميه نهاية الشعيرة اليمنى XE، والطرف اللي هون بنسميه نهاية الشعيرة اليسرى XA. والحد اللي هون Q3 والحد اللي هون Q2 وهذا الحد Q1. إذن هذا الشكل الذي أمامكم هو شكل تمثيل الصندوقي XA Q1 Q2 Q3 والـ XE. قبل الـ XA بحط القيم المتطرفة اللي بتطلع معي، بعبر عنها بدائرة مغلقة أو بشكل نجمة، وبعد الـ XE بحط القيم المتطرفة بكبرها. قبل الـ XA القيم المتطرفة بصغرها، وبعد الـ XE القيم المتطرفة بكبرها. خطوات التمثيل الصندوقي: أول خطوة نوجد الأعداد الخمسة الـ X small والـ X large والـ Q1 والـ Q2 والـ Q3. ثاني خطوة نوجد قيمة الـ LF والـ HF. وثالث خطوة نحدد الـ XA والـ XE. الـ XA والـ XE. الـ XA راح نحددهم باستخدام القاعدة الآتية: الـ XA أو نهاية الشعيرة اليسرى هي عبارة عن القيمة الأكبر بين القيمتين الآتيات الـ LF والـ X small. بشوف مين فيهم أكبر بتكون هاي الـ XA، مين فيهم أكبر هي الـ XA. طيب والـ XE كيف بنطلعها؟ بشوف الـ HF، بقارن الـ HF مع الـ X large. القيمة الأصغر هي عبارة عن الـ XE أو نهاية الشعيرة اليمنى. طيب إذا كان الـ XA يساوي LF، إذا كان نهاية الشعيرة اليسرى يساوي LF، في هذه الحالة يكون لدينا على الأقل قيمة متطرفة واحدة اللي هي X small. إذا كان الـ XA يساوي الـ X small، في هذه الحالة لا يوجد قيم متطرفة. لما أجي أرسم ما راح أحط قيم متطرفة. طيب إذا كانت الـ X الـ XE تساوي الـ HF، في هذه الحالة يكون لدينا على الأقل قيمة متطرفة بكبرها X large. وإذا كانت الـ XE تساوي X large لا يوجد قيم متطرفة. طيب شوفوا المثال الآتي أو الملاحظة يا شباب. قبل ما نشوف المثال في عندي ملاحظة: إذا لما أمثل رسم الصندوقي القيم المتطرفة بعبر عنها بشكل ستار أو نقطة. الآن نشوف المثال الآتي راح يوضح الفكرة. عندي مجموعة من البيانات، بدي أعين الأعداد الخمسة ومن ثم أمثل صندوقي. عشان أعين الأعداد الخمسة أول خطوة بعملها برتب البيانات تصاعديا. الـ X small هي أقل قيمة والـ X large هي أعلى قيمة. الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3 أوجدناهم وأضعهم جاهزين أمامكم، ثم أوجد الـ LF والـ HF. الـ LF تطلع سالب 2 والـ HF 14. الآن بطلع الـ XA والـ XE. حكينا الـ XA هي القيمة الأكبر بين الـ LF والـ X small. ايش القيمة الأكبر؟ هل السالب 2 مقارنها مع الاثنين؟ مين الأكبر فيهم؟ الاثنين. إذا الـ XA تساوي 2. طلعت القيمة الأكبر هي الـ X small، إذا لا يوجد قيم متطرفة بصغرها، لا يوجد قيم متطرفة بصغرها. طيب الـ XE بنقارن الـ HF مع الـ X large. الـ HF 14 والـ X large 15، ناخذ القيمة الأصغر. مين أصغر؟ الـ 14 ولا الـ 15؟ الـ 15، الـ 14. إذن الـ XE تساوي 14. إذن طلعت معي الـ XE هي عبارة عن الـ HF. كونها طلعت تساوي الـ HF
حسب القاعدة اللي كتبتها قبل شوي، يوجد قيمة متطرفة واحدة على الأقل هي الـ x large. لدينا قيمة متطرفة بكبرها اللي هي الـ x large تساوي 15. لما بدي أجي أمثل الصندوق، برسم الصندوق وبرسم الشعيرات، برسم أول شيء خط الأعداد من تحت وبعين النقاط على خط الأعداد، ومن ثم برسم الشعيرات والقيم المتطرفة. لاحظوا معي يا شباب، الـ 15 قيمة متطرفة، نهاية الشعيرة 14 اللي هي الـ XE، ومن الطرف الآخر ما في عندي قيم متطرفة بصغرها، ونهاية الشعيرة اليسرى هي الـ XA قيمتها 2، الربيع الأول قيمته 4، والربيع الثاني قيمته 5، والربيع الثالث قيمته 8. طيب لاحظوا معي في السؤال الآتي، عندي مجموعة من البيانات وعاملينها على شكل تمثيل صندوقي، بدي أعرف المعطيات الآتية، بدي أعين الأعداد الخمسة وأحدد شكل التوزيع وأجد القيم المتطرفة بكبرها أو بصغرها إذا كانت موجودة. لاحظوا في الشكل الأول في عندي قيمة متطرفة واحدة x large، شو تساوي هذه القيمة المتطرفة؟ كم؟ 17. وعندي ال x small شو تساوي اللي هي نهاية الشعيرة اليسرى، راح تكون في هذه الحالة سالب 2. ال q1 وال q2 وال q3، q1 4، q2 5، و q3 تساوي 8. شكل التوزيع بحدده باستخدام الصندوق والشعيرات، إذا كان النصف الأيمن من الصندوق أكبر مع الشعيرة اليمنى من النصف الصندوق الأيسر مع الشعيرة اليسرى، بيكون شكل التوزيع ملتوي نحو اليمين، وإذا كان نصف الصندوق الأيسر أكبر من نصف الصندوق الأيمن مع الشعيرة اليسرى مقارنة بالشعيرة اليمنى، إذن بيكون التوزيع ملتوي نحو اليسار، وإذا كان نصف الصندوق مقسوم أو في المنتصف اليمين واليسار قد بعض، والشعيرة اليمنى واليسار قد بعض بالطول، بيكون الشكل متناظر. لاحظوا معي يا شباب في المثال اللي هون، الـ x small تساوي 0، الـ x large تساوي 80. إذا ما كان في عندي قيم متطرفة بيكون الـ x small و x large هما نهاية الشعيرة اليمنى واليسرى، إذا في قيم متطرفة بيكون الـ x small هو القيمة المتطرفة أو الـ x large. طيب الـ q1 30، الـ q2 40، والـ q3 50، حددنا الأعداد الخمسة. الشكل التوزيع لاحظوا هذا متناظر، B شكل توزيع متناظر، A ملتوي نحو اليمين و C ملتوي نحو اليسار. لاحظوا C القيم اللي معي هون الـ X small تساوي 55 و الـ X large يساوي 95 و الـ Q1 70 و الـ Q2 85 و الـ Q3 90. أيضا من الأمثلة هذا فرع دي، في عندي تمثيل صندوقي، الـ x small تساوي 1، الـ x large تساوي 11، والـ q1 5، والـ q2 5.5، والـ q3 تساوي 7، وشكل التوزيع ملتوي نحو اليمين. آخر شكل في عندي الـ x small تساوي 0، والـ x large يساوي 13، والـ q1 7، والـ q2 10، والـ q3 تساوي 11.
إلى هنا انتهينا من الفصل الثاني.